أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه الفقرة من التغطية المباشرة والمتواصلة من قناة المغاربية في لندن لفعالية الحملة الانتخابية لرئاسية الجزائر 7 سبتمبر 2024. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى. نشرت صحيفة الأسوار دالجيري الجزائرية مقالا تضمن معلومات عن مؤامرة تحاك خارج البلاد تقودها دولة خليجية وتستهدف التأثير على الرئاسية القادمة، وبالتحديد التأثير أو منع الرئيس عبد المجيد تبون من عهدة ثانية، كما ترمي هذه المؤامرة إلى زعزعة أمن الجزائر. وجاء في المقال ذكر لدولة الإمارات العربية المتحدة بكونها حسب المقال مدبرة لمؤامرات سابقة تستهدف الجزائر. ويأتي هذا المقال في سياق حملة انتخابية مثيرة للجدل لرئاسيات يقول الكثير من المراقبين إنها محسومة النتائج لصالح مرشح السلطة عبد المجيد تبون. كما يأتي هذا المقال في سياق حملة واسعة لاعتقال مناهضين لهذه الانتخابات ومعارضين للنظام الجزائري، سياسيون وإعلاميون وحقوقيون. كما تأتي أيضا في سياق مساع رسمية جزائرية لوقف بث قناة المغاربية عبر الساتل. عودة جديدة للحديث عن المؤامرة على البلاد في الإعلام الجزائري، هذه المرة ترد على صفحات جريدة لوسوار دالجيري الناطقة بالفرنسية. تتحدث الصحيفة دون غيرها من مئات الصحف في البلاد عن مؤامرة ضد إعادة انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر. يتساءل المراقبون عن الرسالة التي يراد إيصالها من خلال مقال الصحيفة، وأيضا توقيت عشية الرئاسيات وفي ظل الحملة. يرى منتقدون أن مقال الصحيفة حمل حديثا عن صناعة الخوف وتركيزها على خطاب المؤامرة واستخدامه في تساؤلات الجزائريين. أيضا هل الجزائر البلد الوحيد الذي يعاني من مخاوف خارجية ومتربصين بأمنه كبلد؟ وكيف تتعامل معه الدول الأخرى؟ وأي مشهد وأي قراءة لكل ذلك؟ المجلس الأعلى للأمن ومؤسسة الجيش لماذا لم يجتمع ويتولى دراسة الأمر الأمني وضبط تلك المخاوف والتعامل معها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بدلا من رميها إلى جوف الجزائريين عشية الانتخابات الرئاسية عبر الإعلام كمرات سابقة؟ الغريب أن الحديث عن المؤامرة حضر في الحملات الانتخابية من أول يوم على لسان أكثر من مرشح، حتى من وضع منافسين للرئيس تبون، وهو التخويف الذي لم يفارق المسؤولين في البلاد في كل المواعيد الانتخابية بدءا من الرئيس الأسبق اليمين زروال. وإن كانت البلاد حينذاك تعيش مرحلة فارقة على المستويين السياسي والأمني، فجزائر اليوم لطالما تغنى المسؤولون فيها بالقضاء على الإرهاب وأن تجربتها في تحقيق ذلك تستوحي منها دول خارجية، فلما كل هذا التخويف في ظل الجزائر الجديدة لا تشبه ماضيها وفق مراقبين؟ إذن قبل أن نبدأ النقاش أذكركم مشاهدينا الأعزاء أنكم يمكنكم متابعتنا على موقع قناة المغاربية www.almagharibiya.tv وعلى موقعها على اليوتيوب youtube.com/almagharibiya.tv وعبر منصة فيسبوك facebook.com/almagharibiya.tv channel وعلى منصة انستغرام instagram.com/almagharibiya-tv وعبر منصة تيك توك tiktok.com/almagharibiya-tv وعبر منصة اكس x.com/almagharibiya-tv وتليجرام t.me/almagharibiya-tv.
إذن لمناقشة موضوع هذه الفقرة من هذه التغطية أسعد باستضافة الأستاذ سفيان شويتر المحامي والخبير في القانون الدولي معي عبر خدمة سكايب من موريال بكندا، كما أسعد باستضافة الأستاذ حفناوي غول الإعلامي الجزائري وعضو لجنة مراقبة الانتخابات سابقا معنا عبر خدمة سكايب من مدينة الجلفة بالجزائر، كما سيلتحق بنا لاحقا الأستاذ طارق مراح المحامي والناشط الحقوقي سيكون معنا عبر الهاتف من الجزائر. أرحب بكم ضيوفي جميعا وأبدأ معك أستاذ سفيان شويتر. مؤامرة ستار 6 ستار 6 تقودها دولة خليجية لاستهداف استقرار الجزائر، لكن هذه المرة يتحدثون عن استهداف الانتخابات وبالتحديد استهداف إعادة انتخاب أو تعيين بالأحرى تبون رئيسا جديدا، يعني يستهدفون العهدة الثانية لتبون. ما الذي قرأته بين السطور ما قال لسوارد الجيري؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة. في الحقيقة والله كانت تضحك عندما قريت أولا لسوارد الجيري، واليوم صباحا أعتقد بالعربية الجزائر اليوم إلى آخره، والله يضحك. والليل كامل وأنا كنت نفكر شكون اللي عطى لها الاسم تاع ستار 6، يعني أصبح مضحوكة، يعني أصبحت الجزائر بسبب هذا النظام هي في العهدة الرابعة في الحقيقة، وأصبحنا في الجزائر أصبحت مضحوكة العالم لا أكثر ولا أقل. في نهاية المطاف هو الإخراج ضعيف و لا 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 ليس لديه أي أساس، يعني الكلام الفارغ تاع المؤامرة والمؤامرة، لأنه يعني من السهل أن تتكلم على المؤامرة ولكن من الصعب أن نجيب الدليل والوقائع، الوقائع المنطقية أنك تقنع بالناس. النظام في الحقيقة دائما، لأنه هذا النظام الفاشل، النظام في أزمة، في أزمة خانقة، ليس فقط في أزمة الشرعية، وهو خائف من الاستفتاء، لأن الكل يتكلم عن ما يسمى بالانتخابات، ولا في الحقيقة ستتحول إلى الاستفتاء على أجندة النظام، وهو نسبة المشاركة، لأن نسبة المشاركة ستحدد إن كان الشعب يوافق هذه الأجندة النظام أم لا، وهذا هو المخاوف بالنسبة لمنظومة الحكم. ولكن هذه المنظومة الحكم غير قادرة أصلا، يعني ضعيفة المستوى، يعني التكوين البشرية ضعيفة لإقناع الناس، سواء حتى بالبروباغندا، يعني حتى بالبروباغندا غير قادرين على إقناع الناس باللي هناك ضرورة المشاركة في الانتخابات، وأن الانتخابات قد تحسن، قد تغير الحياة تاعهم من الأسوأ إلى الأحسن. وأنا أشرت عليها في السابق أن في التاريخ المعاصر للشعب الجزائري لم يعرف الانتخابات التي غيرت حياته إلى الأحسن، فقط إلى الاستفتاء الاستقلال التي نظمته فرنسا لا أكثر ولا أقل. يعني كل العمليات الانتخابية التي وقعت في عهد الاستقلال لم تغير من حياة. لكن لماذا استبعاد وجود هذه المؤامرة، خاصة أنه دولة، يعني بصراحة دولة الإمارات بعد يعني وفاة الشيخ زايد ومجيء سلطة جديدة، هناك كثير من الشواهد، يعني أنا لست أنا من أقول هذا الكلام، هي متورطة في اليمن، متورطة في سوريا، في ليبيا، في الساحل الإفريقي، هناك تقارير استخباراتية تنشرها الجرائد العالمية، وأيضا تحدث الكثير من المسؤولين في العالم حول الدور الإماراتي الآن. لماذا استبعاد المؤامرة على الجزائر؟ نعم، تتكلمني على التقارير الاستخباراتية وعلى الجرائد العالمية المرموقة والجادة، واللي تعطي تفاصيل حقيقية، تعطي تفاصيل قابلة للتحقق منها، لفيريفيابل، سواء تدخلها عن طريق تمويل المالي في الحرب في سوريا، عن طريق تمويل الجماعات، وحتى بالنسبة للجزائر لا توجد هناك جرائد عالمية أو تقارير استخباراتية مرموقة تؤكد ذلك. هذا من جهة، هذه الكلام. اثنين، القول أنها ستمنع تبون من العهدة الثانية، أولا معناه أن ستكون هناك يعني انتخابات تنافسية في الجزائر، يعني هناك احتمالية أنه أحد المترشحين
سواء عن طريق اللي يمثل فاس او المرشح حمص، يعني واحد منهم سيفوز، وهذا الامر ولا واحد يمنع حتى من داعم النظام، يعني من 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 الذي الشخصيه التي تقوم بحمله نيابه على عبد المجيد تبون. هو واضح فصل المساله فاصله الى اخره. اذا لا توجد هناك اصلا عمليه انتخابيه وهناك تنافس لانه تبون ما يكونش ينجح في العهده الثانيه. اثنين كقانوني نحن نؤمن بالوقائع، بالخطاب العام ستار 6 ومانيش عارف، وان امارات مش معناه امارات متورطه في السابق في دول، معناه انها متورطه في الجزائر. ماهيش اوتوماتيكيين، لابد ان تاتي بدليل كيف، ما هي العوامل او الاعمال اللي تقوم بها الامارات لمنع تبون. هل مثلا تمول احد المترشحين؟ وفي حاله انها ستمول احد المترشحين، هذه امور خطيره، لابد ان يتم القبض عليه او متابعته الى اخره. هل هناك مراقبه حول الاموال؟ يعني تسيل لي تيرم جينيرو، هذه ليش مصداقيه، يعني الكل الفقهاء القانون القضاة الى اخره، عندما انسان يقدم ما يسمى بشهاده ان تيمونياج، ولكن بالصياغه عامه ما فيهاش الوقائع، ما فيهاش التواريخ، ما فيهاش الاماكن الى اخره، هذه تفقد الى المصداقيه. جميل واضح. انا يعني اجابتك واضحه جدا، انه ومليح انه يسمح الراي العام، يعني انه لما الجريده تجيب، يعني وحتى جريده الصوار يعني لم تقل انه وفقا لمصادر امنيه واستخباراتيه وفقا لمصادر خارجيه، يعني المقال لم يكن منسوبا لمصادر، يعني جاء بصيغه يعني الكونفيرميشن، وبعدين راحوا الاناليز، يعني راحوا للتحليل وجابوا الامارات وكل، يعني حتى من ناحية البناء الإعلامي المقال ضعيف جدا وما عندوش مصداقية. هذا التقييم الإعلامي. قضية الوقائع بالفعل يعني لا توجد وقائع هنا، يعني لا يعرف المواطن الجزائري ما هي هذه المؤامرة ستار 6. سعود إليك أستاذ سفيان الشويطر، ما رأيك أستاذ حفناوي غول؟ مقال بهذا الشكل ما يحكيش على تفاصيل، يعني وشن هي هذه المؤامرة، ولماذا الحديث عن استهداف إعادة انتخاب تبون وكان الأمر محسوم؟ يعني العنوان كان واضح أنه هناك إعادة انتخاب لتبون وهناك مؤامرة لمنع ذلك. شكرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم، تحية لك ولضيفك وللمشاهد الكريم. نحن نعلم أن الإمارات العربية منذ سنوات وهي تكيد للجزائر والداخل في مؤامرات كبيرة ضد الكثير من الدول كما ذكرت أنت وذكر ضيفك الكريم، وهي تكيد كذلك للجزائر عندما تقول صحيفة عريقة مثل الأسوار دالجيري بأن هناك مؤامرة وأن هناك مخطط. لابد وأن هناك تقارير استخباراتية أو معلومات مؤكدة، لأن نشر مثل هذه المعلومات يؤكد على أن هناك مؤامرة حقيقية ضد الجزائر. نحن نعلم. هل تعتقد، يعني مليح نطرح واحد الأسئلة كذا حتى يفهم المواطن، هل تعتقد أنه هذا عمل صحفي اجتهاد من عند الجريدة راح يعني عمل التحقيق وتوصلت المعلومة، أما سربوا لها القصة كما نعرفه؟ يعني لا، يا إما يتكون لأن الأسوار الجزائرية أنا نعرفها مليح وتعاملت معها ونعرف القائمين عليها، جريدة من الجرائد الرائدة والتي لها ربما مصادرها، وهذا إما تسريب من جهة ما أو حصول على وثائق وعلى مخطط للمؤامرة. الإمارات العربية المتحدة رأيناها متورطة في الكثير من القضايا العالمية، وخاصة فيما يعرف بقضايا ربما في مصر، في غزة، في ليبيا، في السودان، في الساحل الإفريقي، في الكثير. هل تتعامل على الجزائر؟ يعني خلينا في الجزائر فقط. ونحن نعرف أن الإمارات عندها مخطط لتفتيت وتفكيك الكثير من الدول، خاصة وأن المواقف الجزائرية الأخيرة
تجاه القضية الفلسطينية وتجاه بعض القضايا، يؤكد على أن الإمارات العربية لا يجب أن يكون لها موطئ قدم في كثير من القضايا، خاصة ملاحمة من كل الجوانب. هل تعتقد أن هناك مؤامرة تقودها الإمارات العربية المتحدة ضد الجزائر؟ لأنه بعدها راح يجي سؤال آخر يعني. نعم، قضية المؤامرة للجزائر موجودة وتحدثنا عليها كثيرا، حتى في منبر المغاربية تحدثنا عليها، وهناك دلائل وإثباتات على أن الإمارات العربية المتحدة تكيد للجزائر، وهناك مؤامرة لتفتيتها، وخاصة مساعدة. إذا كيف نفسر يعني؟ نعم، حفظ ومساعدة كثير من الجيوش المتواجدة وحركات تحرر متواجدة بالجزائر. طيب كيف يعني حتى تقدموا في النقاش يعني، وأنا عارف أنه عندك الإجابات. نعم، الواضحة والصريحة يعني. كيف تفسر إذن إذا كانت هناك هذه المؤامرة أنه لا يوجد اجتماع لمجلس الأعلى للأمن؟ يعني غريب أنه هو اجتمع على أمور أتفه من هذا الأمر، هذه واحدة. ثانيا، لا يوجد خطاب رسمي يعني. إذا كان دولة تتآمر على الجزائر، كان هناك موقف شديد تجاه المغرب، كان هناك موقف شديد اتجاه إسبانيا، موقف شديد اتجاه فرنسا مرتين أو ثلاثة يعني. قضية بوراوي، قضية الصحراء الغربية، يعني ظهر أنه الدولة الجزائرية تقدر أنه تكون عنيفة في الدبلوماسية متاعها. يعني ما بال الإمارات يعني؟ لا استدعاء السفير للتشاور، لا طرد السفير، لا رسالة احتجاج رسمي، لا اجتماع لمجلس الأمن حتى ينور المواطن. نحن نحكي على الرأي العام يعني، لأنه لما تخرج صحيفة الأخبار الجزائرية تحكي في هالكلام، يعني هذا الكلام وجه للرأي العام الجزائري. يعني هناك ذبذبة ورانا في الانتخابات يعني للرأي العام، كيف ما يكونش هناك موقف رسمي؟ شوف، الجزائر لا تريد التصعيد، هناك دلائل وبراهين على أن الإمارات العربية عندها ربما أجندة لتفكيك الجزائر وللتدخل في الكثير من القضايا وفي حدودنا. ولكن عندما تقول أنه لم يجتمع مجلس أمن أو أن هناك بيان رسمي أو يسعد استدعاء السفير، هذه ربما الجزائر تريد أن تحافظ على شعرة معاوية. لماذا؟ لأن هذه القضية اليوم قضية كبيرة وقضية خطيرة، وتريد الجزائر أن تدير. معليش، أنا مش نطرح لك سؤال حتى نقاطعك. لا، أنا أريد فقط للرأي العام حتى يعرف أنه هناك أسئلة دائما نقولها في المغاربية أنه هي ما لا تطرح في الجزائر، نحب نطرحوها فقط يعني، مش الغرض أنه راني انقطع فيه كثير. لكن يا الأخ العزيز، إذا كان مؤامرة لتهديد الأمن القومي تفكيك الجزائر، هذه أولى أنه تكون عليها قطع العلاقات. يعني ماشي قضية بوراوي ولا قضية اعتراف بمخطط الصحراء الغربية، هذا راك تقول باللي يحوسوا يفتوا الجزائر، ما كانش اجتماع المجلس الأمن ولا يوجد موقف رسمي، يبدو أنه القضية مشكوك فيها يعني. ربما قضية الموقف الرسمي أو استدعاء السفير ربما ما شفناهاش، ولكن قضية انعقاد المجلس الأمني، نحن نعرف أن الجيش الوطني الشعبي على أهبة الاستعداد، وفي كل مرة نجد هناك مناورات ونجد هناك اجتماعات لمجلس الأمن، ولكن هناك ربما سرية في التعامل مع هذا الملف، خاصة وأن الأمر يتطلب يقظة كبيرة. أنا أتفق معك في هذه القضية أنه من المفروض أن الجيش الوطني أو الرئاسة أو المؤسسات الرسمية تؤكد هذا الخبر وتتعامل معه بكل صرامة، ومعناها ما فيهاش حاجة، لأن قضية تهديد الأمن القومي راه ماهوش قضية سهلة. ولكن احنا كل الدلائل وكل القرائن وكل البراهين تؤكد على أن حدودنا ملغمة، وأن هناك من يتبع بعض كما جيش حفتر وكما مالي وكما بعض الأمور هذه، هناك من يتبعها لأن هناك ربما افتعال مشاكل وهي قنبلة موقوتة. إن شاء الله ربما تكون هناك رد فعل رسمي، ولكن القضية قضية اليوم قضية تهديد أمن قومي، وهو قضية حقيقية لأنه بكل مرة يتناول هذا الموضوع. جميل. ما رأيك أستاذ سفيان شويطر؟ يعني كثير من المراقبين يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صحفيين كبار وايضا ناشطين سياسيين يطرحون هذه الاسئله يعني. يعني معلومه بهذا الشكل في جريده قديمه، يعني لا اقول انه جريده كبيره او صغيره، والاخ حفناوي غول تحدث عن عراقه الجريده، لكن لسوار دارجيري وقت التسعينات وتقريبا يعني نصف منتصف
يعني الألفينيات، ليست هي هذه الجريدة تاع الجزائر الجديدة نغلق القوس، أنه معلومة بهذه الخطورة تربك الرأي العام يعني في الجزائر وفي أي دولة. لماذا لا يوجد هناك خطاب رسمي واضح حول هذه القضية حتى لا يرتبك الرأي العام؟ شوف، أولا بالنسبة أنا منش نحاسب ولا نحاكم الجريدة، ولكن أنا شخصيا رأيي مختلف على ولا مواطن قارئ يعني للجرائد. أولا الجريدة هذه لا أحترمها، ونعرف في التسعينات وكيف كانت جزء من الدعاية، وكيف تهجمت على الضحايا الانتهاكات الجسيمة، أضعف أشخاص اللي فينيرابل هم الضحايا، وخاصة بين عائلات المختطفين، وكيف كانت تناعتهم بالعائلات الإرهابيين إلى آخره. هذا نغلق القوس. إذن القول أن صحيفة مرموقة قديمة يمكن تكون قديمة، ولكن قدم الصحيفة ماهوش معناه أنها ذو جدية ولسورياز وتؤثر. هذا من جهة. جهة ثانية في حقيقة الأمر لا توجد هناك معطيات صراحة. يعني ضيفك يتكلم يقول باللي كاين هناك الأدلة، أنا لم نرى الأدلة. يعني إذا كان هو عنده الأدلة يقدمها لنا، يقدمنا الأدلة. يعني نعطيك على سبيل المثال وهي عارفين العالم كامل، وهي عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نعم، الله يرحمه. هنية في، نعم، في العاصمة الإيرانية طهران. هناك جرائد بين جريدة نيويورك تايمز، إن هناك جرائد نيويورك تايمز أعطت نوع ما، وخاصة بعض الكتاب وأنا نعرف لأني عندي كتب تاعه، وهو إسرائيلي يبحث مختص في سياسة الاغتيالات الإسرائيلية. إذن لدي الخبرة في ذلك، ولكن يعطي واحد الوقائع في تجنيد أعضاء الأعضاء الإيرانيين بمدة زمنية. كانت هناك محاولة في جنازة الرئيس الراحل الإيراني رئيسي لديه، ولكن لاعتبارات أخرى أجلت إلى آخره. هناك نوع من وقائع قد تحاول أن تتحقق منها، يعني بداية الكريديبيليتي، بداية المصداقية، تترك الإنسان آخر يبحث يتحقق منها، يرفضها أو يستبعدها إلى آخره. أما ما يشار دائما في الصحافة الجزائرية، إن صح التعبير إطلاق الاسم الصحافة الجزائرية، لا يوجد أصلا. يعني ما عندكش من أي بداية تنطلق. يعني يقولون أن تبون هو المستهدف، يعني ما قالوش الدولة الجزائرية. والله حتى ندقق، يعني وهذا الشيء الذي أدهش يعني الكثير من المراقبين أيضا منذ الصباح، يعني أنه المستهدف ليس فقط تبون، إعادة انتخاب تبون. شوف هذه هي الجملة جات، يعني استهداف كونتر ريليكسيون دو تبون. نعم، يعني هناك يعني جملة شوية تلفت الانتباه. نعم، يعني شفنا في بعض الدول لمصالحها، لعلاقاتها الجيوستراتيجية إلى آخره، لا يريدون مثلا في بعض الديمقراطيات يقال أن مثلا روسيا إيران تتدخل عن طريق الشبكة التواصل الاجتماعي أدت إلى انتخاب ترامب إلى آخره. هناك الوسيلة عن طريق ما يسمى بالفيك نيوز، يعني نشر الفيك نيوز والتأثير في الرأي العام والتهجم على المترشح. لكن هذه تدخل في قضية يعني المؤشرات والوقائع تحدثت عليها. يعني سؤالي، لماذا لا يوجد هناك خطاب رسمي مباشر للتحذير من هذه المؤامرة يعني، ويعطينا الوقائع مستحق. يعني لأنه صراحة سكراب، لأن إذا كان الجهة الرسمية تقول أن هناك مؤامرة من الإمارات العربية المتحدة لمنع إعادة انتخاب، يعني أنها تدخل، أنا قلت لك في السابق، نعم، تدخل رفض، معناها تدخل في الانتخابات، معناها أن يا إما تمول مرشح ليفوز على غرار آخر، وبالتالي عدم هناك توازن، أو أن مانيش عارف عندها عملائها داخل اللجنة المستقلة أو محكمة دستورية، ولا مانيش عارف عند الإعلام وعند كيف، يعني مانيش فاهم أنا وش هي العملية الوقائع التي لا تمكن من إعادة انتخاب. يعني هل هناك قنوات حملات لمرشح على حساب
عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون هو قاعد يدير في الحملة مضادة لنفسي، يعني آخر التصريحات تاعه في وهران هذه في حد ذاتها هو نفسه يتعامل على نفسه بقصد أو بغير قصد، هو يتعامل على نفسه. يعني المواطن العادي وهذه شفناها حتى في بايدن، المواطن العادي يشك عندما واحد يهدر كلام غير منطقي، مش معقول. أنا أتكلم عن المواطن اللي راح يصوته، المواطن اللي راح يصوت يشوف هالكلام هذا يقول لك هذا السيد ماهوش في وعيه، أنا لا أمكن هذا الشخص من تسيير حياتي. جميل، وهنا جينا للمحور الثاني، قضية السياق والأحداث المرافقة لهذا السياق. يعني نحن نتحدث في سياق حملة انتخابية لرئاسيات مصيرية بالنسبة لنظام الحكم، والكل يعلم ذلك. وأيضا الأحداث المرافقة لهذا السياق اللي هو المحور الأخير، وهي قضية هذه الاعتقالات وهذا الغلق وعملية الترهيب التي تمارس على المواطن الجزائري، والسؤال الكبير لماذا كل ذلك. لكن قبل ذلك تذكرنا هذه الأحداث بتكرار عملية المؤامرة والاستهداف للجزائر، والظاهر أنه كما بينا في المغاربية أكثر من مرة أنه هذه القضية ليست جديدة، وهي مرتبطة بتصور منظومة الحكم للعلاقة بينها وبين الرأي العام الجزائري في كل مناسبات انتخابية أو بكل استحقاقات لتخص هذا النظام. نتابع. لإحباط ما يحاك ضده من مؤامرات ودسائس تستهدف وحداتنا الترابية والشعبية. فيه مؤامرة لزعزعت الاستقرار، هذه معروفة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها. الجزائر مستهدفة، تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر صبحت مستهدفة بعدوان، لأن الجزائر مقصودة من الخارج. أن الجزائر مستهدفة، الجزائر مستهدفة لأنها هزمت أكبر قوة وأخرجتها. الجزائر يعني مهددة، أصبحت هدف. الجزائر أيضا مستهدفة، مستهدفة بقوة. الجزائر مستهدفة. لسنا مستهدفين فقط من بعيد، إنما كذلك أننا مستهدفون عن قريب. على أن الجزائر مستهدفة. الحملات المسمومة والدعايات الهدامة والمناورات الخبيثة التي تهدف إلى الإخلال باستقرارها. لماذا يريدون استهداف الجزائر؟ ولما نقول نحن مستهدفون ونحن في الأجندات، إذا قالوا ناركم تخوفوا فينا، نعم إيه نخوفوا. أستاذ حفناوي الغول، نحاول نسرح هكذا في الأجوبة حتى يعني نعطي حق لكل المحاور. هناك من يقول أستاذ حفناوي أنه هناك مشكلة في هذه الانتخابات بالنسبة لجماعة الرئاسة، وخلينا نحكي بمصطلحات يعني موجهة، هناك مشكلة عند مجموعة الرئاسة، مجموعة الرئاسة ويعني وأصحابهم تاع قيادة الأركان، يعني المجموعة الذين يريدون أن تكون هناك مشاركة كبيرة لتبون وإعطائه شرعية شعبية بين قوسين، ومن أجل ذلك هم يستعملون في كل الطرق، ومن بين هذه الطرق جلب واستدعاء نظرية المؤامرة. ما الذي تعلق به على هذا القول؟ سليم، نقدر نرجع لك النقطة هذيك اللي كنت تهضر عليها في عجالة فقط. نعم. المواقف الجزائرية من الكثير من القضايا، خاصة من قضية حرب في غزة، حرب الإبادة، ربما نشوفوا التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية في الأمم المتحدة وما قامت به في ظرف حرج في أمور كبيرة، ربما عرت موقف الدول الغربية كما عرت الكيان الصهيوني. هذا من جهة.
من جهه اخرى قضيه المؤامره مش ربما هناك تخبط في هذه القضيه، من المفروض انها لا تستعمل في الرئاسيات حتى لا يكون هناك تاثير. ربما عندما نتحدث عن قضية الرئاسيات وقضية أنه كاين مؤامرة وكاين كذا، هذه ما تطيحش مع قضية ربما يقولوا الناس راحوا انتخبوا وخرجوا بقوة وانتخبوا على المترشح تبون. ولكن القضية اليوم قضية شرعية، نظام يبحث عن الشرعية، رئيس يريد أن يكون رئيس ونص، معناها مش كما كانت في انتخابات 2019 ربما التي دائما أؤكد أنها كانت انتخابات نزيهة وشفافة رغم ما حصل عليه الرئيس من 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 أصوات. ولكن اليوم هناك ربما عملية تسارع من أجل تدارك نتائج الانتخابات 2019 من خلال تجديد جميع المسائل، جميع الوسائل من أجل أن يكون المواطن في الصورة. ولكن عندما نرى الخطاب ونرى الحملة الباهتة التي ربما راهي قريب تكمل الحملة الانتخابية، كاين هناك تخبط كبير، كاين هناك ربما تلفت لهم جماعة الرئاسة ولا جماعة تبون ولا حتى الأحزاب. عندما نرى إلى التصريحات رؤساء الأحزاب والكثير من الجمعيات والمحسوبين على الرئيس تبون، ربما الخلاصة فيها أنهم يدفعون الشعب إلى عدم الخروج وإلى عدم التصويت. هذه قضية. القضية الثانية وهي المراهنة على أن يكون المواطن يوم 7 سبتمبر في المراكز الانتخابية ويدلو بصوته بقوة، والتأكيد على انتخاب عبد المجيد تبون، لأن كما كنت قول قضية المؤامرات وقضية ما يحاك ضد الجزائر وقضية كذا وكذا، هذه ربما هذا الخلط وهذا التخبط ما يخدمش العملية الانتخابية وما يخدمش جميل المترشح الرئيس. نحن نرى اليوم أن هذا الخطاب الباهت وهذا الصمت الانتخابي، لأن حتى الحملة رانا يوميا ندورو في الولايات ورانا نشوفو في مراكز ونشوفو في الحملة الانتخابية عبر حتى وسائل التواصل الاجتماعي، ما نقدر نقولوا بلي ما كانش حملة انتخابية. ولكن الحاجة المؤكدة اليوم أن هناك أطراف في السلطة ربما قريبة من الرئيس تبون تريد من المواطن أن يكون في الموعد يوم 7 سبتمبر، لكن يا ربما كلمة ربما وينتخبون المترشح عبد المجيد تبون. أعتقد أنه كلمة أنه تلفت لهم قد تعبر بدقة يعني عن 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 الوضع يعني الذي كنت أسأل عنه. أستاذ سفيان شويطر، ما رأيك في ربط لأنه المؤامرة هي على الجزائر وعلى لماذا اختيار هذا العنوان أنه المؤامرة هي استهداف إعادة انتخاب تبون؟ ما هو الغرض في رأيك ربطها بالانتخابات وإعادة انتخاب تبون؟ وهل فعلا الجماعة في ورطة كما قال كثير من المعلقين؟ لا، شوف، أولا هذا المقال الصحفي إهانة للمترشحين الاثنين الآخرين موجود تبون. أنا لا أؤمن بهذه المؤامرة أصلا، واللي عنده دليل يقدم الدليل، اللي ما عندهش دليل معناه أنه ما هو صادق أنه يخرط لا أكثر ولا أقل. اثنين، الكلام على تبون معناه وش معناه؟ معناه أن تبون هو الوحيد الذي يشكل خطرا على هذه الأنظمة الصهيونية. هل المصطلحات هذه الإمبريالية ومانيش عارف إلى آخره، ما هي كأنه مثلا الممثل المترشح الأفافاس والمترشح الحمس لا يشكل لنا خطرا، وهذا نخليهم اليوم هم لكان لأن إهانة، أنا نعتبرها إهانة اليوم. إذا كانت قبل الإهانة الله يسهل عليهم لا أكثر ولا أقل، هذا من جهة. وكأن تبون هو اللي يشكل خطرا، بينما الاخرين لو 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 انهم فازوا بهذا المقعد الى اخره لا يشكل لنا خطرا، يعني ما يخوفوش، يعني غير فقط تبون يخوف الامارات وهو العكس ذلك. في ورطه النظام حاليا، في ورطه الاعتقالات، حمله الاعتقالات، حمل المساس او محاوله ضرب القناة المغاربية يعني على مستوى الخارج إلى خيره، لأنه في ورطة ولا يريد الرأي الآخر أو الرأي الذي ينتقد المسار
ما يسمى بالمسار، هذا المسار الانتخابي الاخري، لانه لا معنى لعملية انتخابية اذا كان التعبير عن الرأي في هذه العملية يصبح فعل مجرم، ما يش معنى، لان الانتخابات انتخابات فيها الناس الذين يمدحون طريقة العمل وكاينين ينتقدون، هذه العملية الانتخابية الى اخره، لا اكثر اقل. اما ان هناك رأي واحد فقط والاخرون مجرمون الى اخره، فهذا ليس عملية. اثنين، ان خلق هذه البعباعة تاع المؤامرة في الحقيقة هو في الحقيقة لتبرير التعسف الذي مس على الاقل، اقول على الاقل لمس كريم طابو، سياسي كريم طابو، ولمس الشيخ علي بن حاج، ولمس فتحي غراس. على الاقل نعطي ثلاثة من السياسيين البارزين لهما. علاش؟ لان عندما ترى الاجراءات ما يسمى بالنسبة لكريم طابو الإجراءات الإضافية للرقابة القضائية، وبالنسبة للشيخ علي بن حاج، وبالنسبة لفتحي غرداس، في نهاية المطاف وش هي؟ نهاية المطاف هو يريدون أن يغلقوا فمهم، ما يتكلموش مع الإعلام، وبالمقصود في الحقيقة هي قناة المغاربية، لأنه ما كانش قناة أخرى تمنح إلى يومنا هذا لا لفتحي غراس ولا للشيخ علي بن حاج ولا لكريم طابو، هي القناة المغاربية. وفي نفس الوقت لا يمكن لهم أن يبدوا آرائهم بالكتابات عن طريق التواصل الاجتماعي، لأنه ما فيش صحيفة مستقلة في الجزائر. جميل، يعني ملاحظتك في محلها، أنه يعني لما يتكلم معهم البروكيرور ولا القاضي التحقيق أو تصدر هذه، منعهم من التعبير الإعلامي، الكل فهمة، وأنا أشكرك على التنبيه مرة أخرى على هذه، الكل فهمة أنه اتصالهم بقناة المغاربية، لأنه لا يوجد أي قناة في الجزائر تعطي صوت لكريم طابو ولا لفتحي غراس ولا لعلي بالحاج ولا للكثير من النشطاء والمحامين في الجزائر، يعني على كثرتهم أولى الأحرار ونحييهم يعني. ولما دام ذكرت أنت، هناك فتحي غراس وهناك زوجة فتحي غراس المناضلة أيضا، وهناك قيادي في الأمدياس أيضا تحت الرقابة القضائية، هناك علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الآن يعني تحت الرقابة القضائية، ممنوع من زيارة ابنه عبد الفتاح هو في سجن القليعة الآن، هناك حجز لمركبة ابنه الآخر عبد الجبار، ومجموعة معلومات عن نشطاء آخرين في ولايات أخرى غير معروفين، يعني يتم يعني اعتقالهم أو ملاحقتهم أو التضييق عليهم وترهيبهم، وهذا ما يقوله الكثير من المحامين. وأسعد أيضا باستضافة واحد منهم، المحامي الأستاذ طارق مراح، الناشط الحقوقي المحامي، وأيضا مدافع عن حقوق حقوق الإنسان وعن معتقلي الرأي في الجزائر. أرحب بك أستاذ طارق مراح. نظرية مؤامرة وحملة هستيرية تطال النشطاء سياسيين إعلاميين حقوقيين، كيف تنظر أنت الحقوقي لكل هذا الكومبينيشن، يعني لكل هذه التركيبة هذه؟ مساء الخير. مساء الخير لكل ضيوفك وكل متابعي قناة المغاربية. دعني بدءا أن أرفع كل عبارات التضامن مع هذا المنبر الإعلامي المحترم الذي حاول مرارا وتكرارا أن يفتح نافذة على الحقيقة، أو على الأقل البعض من الحقيقة المغيبة هنا في الجزائر، في الوقت الذي يعني يحرم الصحفي هنا في الجزائر من أبسط حقوقه، ويمنع حتى من نقل بعض المشاهد البائسة من هذه الحملة الهزيلة التي لم ترقى حتى إلى يعني وصف الحملة، إنما هي بعض التهريج هنا وهناك. وأصدق يعني تعبير أو أصدق دليل عن هذا هو ما يعني يتداول على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، ما يتصل بالحملة الانتخابية هنا في الجزائر. يبدو لي، هل تسمعني يا أخي سليم؟ تعالوا أسمعك سيطر. نعم،
ما يتصل بالحملة الانتخابية هنا في الجزائر. نعم. هي حملة هزيلة جدا، ووقعت أو اصطدم أو صدم هذا النظام السياسي ب يعني مشاهد لم يكن يتوقعها في هذه الحملة الانتخابية. يعني مع لكن ألا هل من مصلحة، يعني هناك من قال وش بيهم يعني جماعة الرئاسة يعني وجماعة تبون، هل من مصلحتهم اعتقال الناس والتنكيل بهم وترهيب المواطنين سواء بالملاحقات القضائية والأمنية أو بنشر أخبار مثل الذي جاء في جريدة الأسوار دلجري عن مؤامرة تستهدف هذه الانتخابات وإعادة انتخاب تبون، هل هذا يساعد في تطمين الناس ويجرهم إلى يدفعهم سيدي إلى المشاركة في هذه الانتخابات وهواجس السلطة، أم بالعكس سيكون له رد فعل سلبي؟ لم يستفد النظام السياسي من تجارب سابقة، لأنه يعني هذه ظاهرة الاعتقالات هي ظاهرة قديمة هنا في الجزائر مع تعدد الرؤساء وتعاقبهم معينون طبعا، ولم تكن انتخابات رئاسية، وهذه ملاحظة لضيفك الكريم، لم تكن هناك يعني انتخابات رئاسية هنا في الجزائر على مدى يعني تعاقب الرؤساء، لم تكن هناك انتخابات رئاسية واحدة يعني نزيهة على الأقل بنسبة 50%. كل الانتخابات طالها التزوير وكلها مطعون في شرعيتها وكلها ملفقة، وفيها حتى يعني أدلة ما لازالت موثقة حتى على اليوتيوب يعني. وبالتالي فإنه مسألة الشرعية تطرح في كل مرة في هنا في الجزائر، وإذا عجز النظام السياسي عن خلق على الأقل جيوب من المساندين كما دأب على صناعتها من ما يسمى المجتمع المدني والأحزاب السياسية، هذه المرة عجز حتى عن صناعة يعني ولو يعني حد أدنى من التجمعات التي يعني تحت على الأقل بها حد أدنى من الاحترام، لأنه حتى الأحزاب السياسية باتت عاجزة كل العجز عن يعني تعبئة ولو تعبئة ضئيلة لهذا الرئيس. نعم. بالتالي فإنه النظام وقع في ورطة، من جهة لم يعد له القدرة على التعبئة، من جهة ثانية لم يجد البدائل والحلول، فراح إلى كما دأب أن يفعل إلى لغة القمع ولغة المتابعات والملاحقات القضائية، وبالتالي فإنه لم يجد من الحلول. نعم. ما يكفل له على الأقل المرور بانتخابات تحظى بحد أدنى من الاحترام، خاصة مع مجتمع دولي ينتظر مخرجات على الأقل يمكن من خلالها أن يسند أو حل على الأقل يهنى ببرقية تهنئة للرئيس المقبل. بالتالي فإنه المنظومة يعني تكلست وباتت تحمل في ذاتها بذور فنائها وستتأكل من الداخل، لأنها لم تعد لها القدرة على الإنتاج ولا على الاستمرار على الأقل يعني بأريحية على الأقل في المنظور القريب والمتوسط. طيب سأعود إليك في سؤال أخير، ابقى معي رجاء سطرق من راح. فعلا سنأتي لهذه الورطة الحقيقية، واللي هذا المقال أنا دائما نزل المقال، هذا المقال وكل الذي ينشر في الصحافة الجزائرية، كل الذي يبث عبر التلفزيون الجزائري، تصريحات المسؤولين، كل ذلك شواهد وقائع. نستدعي المصطلحات الزملاء المحامين، وقائع هذه الحملة الانتخابية كيف يتم وكيف المواطنين يحكيوا عليها ويصوروها وهم شهود، هم المراسلين الحقيقيين يعني في جميع الولايات، هي كلها وقائع مؤشرات على ورطة لهذه المنظومة. لكن لماذا هذه الورطة؟ ألا توجد مخارج من هذه الورطة؟ لكن قبل ذلك نستمع إلى ما يقوله أحد المرشحين، مرشح حمص سيد حساني أيضا في هذا السياق، ثم نكمل النقاش. الانتخابات مهمة وضرورية، لازم الشعب تاعنا يخرج ينتخب. علاش يخرج ينتخب؟ لأن ما نقبلوش احنا يكون رئيس البلاد ما عندوش شرعية تاع الشعب، لازم يكون رئيس اللي عنده شرعية شعبية كبيرة. لماذا؟ لأن الأعداء تاعنا أعداء الأمس وأعداء الدائمين يتربصوا بينا، لو كان ما يكونش كاين هناك التفاف تاع شعب كبير حول المؤسسات تاع الدولة وعلى رأسهم منصب رئيس الجمهورية وعلى رأسهم المؤسسات اللي تسير البلاد،
الضعف هذاك يستغلوه خصومنا وأعدائنا ضد بلادنا. إن شاء الله احنا نقولوا أن هذه الانتخابات أي انتخابات مهمة، الشعب تاعنا لازم يخرج ينتخب. أيضا هناك الداعم للمرشح الحر عبد المجيد تبون سيد بن قرينة، والذي ملأ مواقع التواصل الاجتماعي بخرجاته التي شبهت بخرجات لسلال، ووصف بالمهرج، وكان سلال يوصف بالمهرج، لكن عند الكثير من المراقبين شتان وهيهات، يعني شتان بين ما كان يصدر من مواقف تلقائية من عبد الملك سلال رئيس الحكومة السابق وأيضا الوزير السابق وزير الداخلية السابق واللي راه في السجن الآن، وبين ما يقدمه بن قرينة كما يقال، أنا أقول أنقل ما يقدمه من بن قرينة من ابتذال سياسي والعهدة على الراوي. نتابع ما الذي يقوله بن قرينة. الضغط على الأمة الجزائرية حتى تخترق السيادة، وحتى يتآمرون على تفكيك جيشنا. هذا تصريح في إحدى التجمعات أين راح عليهم تريسيتي يعني في هذاك الوقت، وهذه الواقعة أيضا يعرفها الكثير من الجزائريين. سفيان شويتر، الآن في وقت هناك كثير من يتأسف لهذا الوضع، الكثير من الجزائريين يعني ليس التخوف فقط، هناك الحيرة من هذا الوضع، مقال مثل هذا تاع السوار دالجيري أو ما يشاهدونه، ويقولون أنه النظام كان عنده بعض المخارج في النهاية، يعني في وقت ويحيى وقت بوتفليقة في ورطة مثل هذه كانوا يفتحوا مثلا ندوة للحوار الوطني، يعملوا مشاورات ويجيبوا يعني يحاولوا أنه يخفوا من الوطأة نتاع أي ورطة يكونوا فيها. لماذا لم يلجأ النظام في هذا العهد عهد الجزائر الجديدة إلى تلك الحلول اللي كانت متنفس يعني للنظام في النهاية؟ لا، لفاقد الشيء لا يعطي، ليس بمجرد أن يفرضك أنه على رأس الدولة بشكل شكلي، يعني بصورة بصيغة شكلية، معناه أنك أنت راجل سياسة وراجل للدولة في الحقيقة الأمر. أنا قلت لك بلي سيت أن أكسيدون دو ليستوار، يعني هادو ناس فردوا، بل حتى نفسها صراحة حتى القيادة العسكرية القيادة العليا للجيش لم تشهد في السابق، يعني في السابق حتى بغض النظر اللي نعتبرهم أنا شخصيا، أعتبرهم شخصيا من مثلا القيادة العسكرية في التسعينات، حتى لو متورطون في جرائم دولية، لكن عندهم نوع من الفهم السياسي، يعرفوا القيادة العسكرية الحاكم الأصلي الآن لا أعتقد أنه يفقهون أصلا في السياسة أو في تسيير شؤون الدولة، لا أعتقد، لا أحس، لا أشم، لا أرى مؤشرات، لأن لو كان في السابق لن تصل لهذه الظروف بهذا الأضحوكة، أصبحت أضحوكة في العالم، بل أنه هذه الأضحوكة يعني تؤدي إلى الخوف، لأن الكل يحس بهذا الدمار، أو لن نعيش هذا الدمار في كل القطاعات، هناك دمار حقيقي، يعني بصراحة هناك دمار حقيقي، والمستقبل مجهول، وخاصة أشخاص بذهنية بعقلية على الهروب إلى الأمام، يعني ليس لديهم الحد الأدنى من العقل ومن الرشد أن يحبس أبي، بالعقل كما قلت سنتحاور نفتح حوار طريقة أو طريقة ما، يعني بعد أحداث أكتوبر 88، يعني الانفجار على أكتوبر 88، على الأقل السلطة الحاكمة القاد نوعا من بداية على الأقل استتاب الأمر. الفرق ما بين التكوين البشرية الحالية على رأس السلطة والسلطة الحقيقية، لا أعتقد لديهم هذا الوعي السياسي أو حتى الخبث السياسي، يعني لديهم قمع، القمع ما عندوش أي شرعية، يعني تشوف مثلا أنا أشرت على الأقل قلت يعني على سبيل المثال ثلاث شخصيات يعني سياسية، نعم.
الشيخ علي بن حاج وكريم طابو وفتحي غراس، القاضي نفسه قاضي تعدى على القانون، يعني وضع القانون، القانون ما قالش باللي في الإجراءات الرقابة القضائية أنك تمنعه من الكلام، ما قالش أصلا، لا توجد المادة 125 مكرر واحد واضحة على سبيل الحصر، حطت 9 حالات معينة لا أكثر ولا أقل، لم تقل أنك ممنوع أنك تكتب أو ممنوع عليك أن تتكلم على الصحافة، لا أكثر ولا أقل. اثنين، المادة الفقرة 2 من المادة 34 من الدستور تقول لك يمكن أن نقيد الحريات بقانون، لابد أن يكون هناك قانون، لا يوجد قانون لكل في الرقابة القضائية أنك تمنع واحد تحت الرقابة القضائية، ما عندكش الحق أنك تكتب في 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 مواقع التواصل الاجتماعي أو أنك تعطي رأي في في على على وسائل الإعلام إلى آخره. حتى القضاة أصبحوا يتعدون على القانون، أصبح هاد القضاة وكأنهم مشرعون، لأنه وضعوا وكأنه وضعوا تشريع ليس موجود في القانون وهو مساس بالفصل، يعني حتى القمع تاعهم، القمع موش ذكي، ليس بطريقة يعني سبتيل، يعني يلقى لها الصياغة الحقيقية القانونية ليقدر يمررها أصلا، بل بالعكس زاد فضح نفسه باللي 6 دولار بتراب يعني التعسف، وهذا في الحقيقة في حال حقيقة الأمر ما فهموش، يعني هذ الأشخاص اللي ذكرتهم والآخرون يعني بالنعوم مثلا من ولاية غليزان إلى آخره، هادو خلاص عرض يا أخي هادو ما يفيدش فيهم القمع. النظام لازم يفهم، النظام يفهم، ولا ما هوش فاهم لازم نفهموه باللي أن آلة القمع عندها ديزيفي، عندها مدة محدودة في التأثير، بعد يصبح ما عندوش. لو ما يكونش عندك برنامج سياسي تطرحه على الأقل تتلاعب به، تتبرط به، تردي به على الأقل مدة 5 سنوات، القمع ما يقدرش يستتب لك، يجي نهار يصبح هذا القمع ما عندوش التأثير على المجتمع وينفجر هذا المجتمع لا أكثر ولا أقل. هذا يعني ربما هذه الفكرة اللي اتفقوا عليها كثير من وانا خلاص انا كن دخلنا على اللي قلت الفكرة، يعني الإجابة كانت كاملة، يعني لانه فعلا يتفق هذا الكلام مع كلام كثير من العقلاء انه القمع لا يمكن ان يستمر وانه توصل هناك حالة سينتفض فيها هذا الشعب، وقد برهنت الأحداث حول ذلك. الأستاذ حفنا يقول حول هذه النقطة، يعني شهدنا أنه النظام وقع في أزمات وكانت له مخارج بين قوسين، يعني نقدر نقول مقارنة، ما هو بالمقارنات تولي يصبح هناك التفضيل، يعني يولي يقول والله هذه أفضل من هذه، ها يقولوا هم أفضل من هم ومصيبة أخف من مصيبة، يعني بالمقارنات. لكن صراحة النظام كان ينفس، كان يعمل مشاورات، يجيب الناس للرئاسة، يعمل ندوة وطنية، يخلي الجماعة المعارضة تجتمع في مازافرو، يفتح شوية مجال للصحافة، يخلي جماعة بركات يديروا مظاهرات، كان ينفس. لماذا هذا النظام واقع في يقولوا عنه يتكركب في المشكلة متاعه؟ يعني لماذا هذا التمادي في القمع؟ لماذا هذا التمادي في الاعتقالات، تخويف الناس وترهيبهم، لدرجة أنه في حملة انتخابية هناك اعتقالات، وفي حملة انتخابية هناك حديث عن مؤامرة تستهدف الانتخابات. ما رأيك في من يقول بهذا الكلام؟ شوف سليم، أنا حبيت أوضح لك حاجة. نعم. في هذا الموضوع أنا مع تبون ومؤيد لتبون. نعم. وصديق تبون ومقرب من تبون، ولكن الكارثة الكبيرة في هذه القضية تاع الاعتقالات واستقلال القضاء من أجل ترويع ومن أجل الضغط على النشطة. أنا متضامن مع كريم طابو علي بن حاج وغراس وبن نعوم، ولكن هذه الإجراءات التي تتم الآن هذه لا تخدم الحملة الانتخابية ولا تخدم الرئاسيات ولا تخدم حتى المترشح البر عبد المجيد تبون. هناك أطراف تدفع الشارع للضغط، وهناك أطراف كما كانت قبل 2004 وقبل 2007 وقبل 2011 وقبل 2014 كما كنت تقول بركات، وحتى قبل 2019 في الحراك المبارك. هناك أطراف لا تقرأ عواقب هذه الأفعال التي ربما والممارسات التي نحن ضدها وتمارس اليوم ضد الكثير من المشاهدين. يعني كان أطراف تخدم لا على الانتخابات
ولا على المجتمع، ولكن القضية من قضية القمع وقضية هذه الإجراءات ربما الغير قانونية التي خاصة المسلطة مثلا على كريم طاب أو بعض النشطاء، هذه الإجراءات لا تخدم الديمقراطية، لأن وجود الرأي الآخر ووجود المعارضة ضروري جدا. نعم، وهذه الاعتقالات لازم نقول لك حتى ما نغلطوش الرأي العام يا صديقي العزيز، المواطنين يا صديقي العزيز حتى ما نغلطوش، هذه الاعتقالات مش وليدة البارح. تبون هو المسؤول الأول بالنسبة لي أنا شخصيا كمواطن جزائري قبل ما أكون إعلامي أو ناشط سياسي أو 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 مدير حوار في قناة المغاربية، المواطن أو يتحدث إنه الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان كانت من اللي جاء تبون وهو على رأس السلطة وهو نفى وجود معتقلي الرأي، مش حاجة جديدة، تبون يعلم إنه هناك الانتهاكات وتبون مشارك في هذه الجريمة حسب الكثير من المحامين، يعني ما نقدرش نغطي الشمس بالغربال. أما تقول أن هناك ناس يخدموا ضد تبون الآن فممكن جدا، يعني وأنا ما نقدرش نعارضك في هذه، ما عنديش معلومة غير، يعني تفضل. والله أنا شوف أتفق معك في بعض النقاط، قضية الاعتقالات وقضية سجناء الرأي وقضية هذه الهجمة الكبيرة ضد المعارضة، ولكن الشيء المؤكد أن هناك من يريد أن يخلط حساب الرئيس تبون ومن يريد أن يخلط حسابات، ويؤكد على أن هناك قمع ضد الكثير من المعارضين من أجل توجيه الرئاسيات، هناك أطراف كثيرة تعمل من أجل أن لا تكون الرئاسيات، هناك أطراف كثيرة تعمل ضد تبون، هناك حتى من المقربين منه، ولكن القضية اليوم هذه قضية الاعتقالات وقضية حقوق الإنسان وقضية التجاوزات، هذه كما قلت لا تخدم لا الرئيس تبون ولا المترشح تبون ولا تخدم حتى الديمقراطية ولا حتى الانتخابات الرئاسية. وجود معارضة قوية ووجود مثل هذا القمع الذي نراه اليوم، هذا تناقض كبير فيما يحدث في دواليب السلطة وفي ربما تصفية حسابات بين الأطراف، لأنه لا يعقل ومن المستحيل أن تكون هذه الإجراءات القمعية في أثناء ربما الحملة الانتخابية، لأن هذه تنبر المواطنين وضد خروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يوم 7 سبتمبر، لأن هذا تناقض كبير، ما يقام اليوم تناقض كبير بين سلطة تريد من المواطنين أن يدلوا بأصواتهم وبين أطراف في السلطة تريد أن تنقص هذه الانتخابات وأن ربما جميل. وأن يكون هناك أعمال عدوانية كبيرة، لأن هذا الضغط هذا هو الذي يولد الانفجار. نكتفي يعني أنا أكتفي بهذا القدر من الإجابة، وأريد أن أذهب إلى الأستاذ طارق مراح، ما رأيك في هذه المقولة أنه خسر على المستوى الحقوقي، لأنه ملف حقوق الإنسان هو الملف الأسود في الجزائر في النهاية، غلق السياسي الغلق الإعلامي، منع الناس من التعبير، منع الناس من ممارسة السياسة، منع الناس من أن يتمتعوا بحقوقهم الأساسية، هو ملف الأسود في الجزائر. لماذا في رأيك لا تلجأ هذه السلطة إلى التخفيف، إلى حيل ويحيى وجماعة السلطة يعني في عهد بوتفليقة؟ نعم، هي هذا الغلق الممنهج لكل منافذ التعبير من كتابة وكلام وتعبير حر، يبدو لي أنه بات عقدة تلازمت المنظمة منذ عقود من الزمن، وستظل كذلك، لأنها هي تخاف من أولا من تجربة بوتفليقة أو محيط بوتفليقة في الأربع سنوات الأخيرة قبل الحراك قبل 22 فيفري، لأنه كان فيه نوعا ما متسع من التعبير الحر للمعارضة، وقد كلف النظام السياسي آنذاك كلفه فاتورة يعني كانت تشكل خطر على انهيار نظام الحكم في الجزائر، بالتالي في أنه هذه التجربة باتت تشكل عقدة أو مركب نقص للنظام السياسي، وبات يخاف ولا يسمح بأي هامش من التعبير خاصة في المناسبات الانتخابية، هو حاسم في هذه المناسبات، بالتالي فإنه هذا يشكل مركب نقص لمنظمة الحكم.
وس يعني توقع في الايام القادمه ان تزداد القبضه الامنيه هناك في الجزائر، وستظل الملاحقات والمتابعات تطال كل النشطاء من احزاب سياسيه من سياسيين ونشطاء ومحامين ويعني كل شرائح المجتمع. بالتالي فانه اذا يعني اذا اعتقدت منظمه الحكم او نظام الحكم في الجزائر بانه هذه العقليه فتمكنه من استمرار في الوهم بانه الاعتقال يعني يرتب نوع من يعني التراكم لدى الجزائريين وفي نفسيه الجزائريين وفي لحظه فارقه تنقلب كل تنقلب الحسابات على منظمه الحكم خاصه مزيد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتم جمع كل صلاحيات شخص واحد وكذلك اجهاض كل محاولات التنفيذ عن الجزائريين، وباتت يعني منظمه الحكم يعني الداخلي يعني عند جماعه تبون من نظام الحكم، وباتت تسير وفق يعني الانستركشن يعني وفق الاوامر والتعليمات، ولا يسمح لها باي هامش من المناوره، وما يقال عن المعارضه يقال حتى ويطرح حتى لدى بعض الناس الذين يسيرون في هذا الفلك، وكل من يريد ان ينجو بنفسه وان يقفز خارج هذه السفينه المهترئه القديمه سيكلفه الكثير. ربما حفنا يقول صديقك وصدقني كامل يعني ضيفك كريم نعم وهو اقرب للمحيط السياسي للمحيط النظام السياسي في يعني جماعه الرئيس، وهو يعني يقول بهذا الكلام بانه نعم. حتى كل من تسولنا يعني اليوم انا قادر نكون مقتنع بتبون، ولكن غدا مع اداء هزيل للنظام السياسي ارى بانه هذا النظام بات عاجزا عن الاستمرار بهذه السفينه، بالتالي ساغير قناعاتي واذهب الى مكان اخر. هذا العقليه باتت ممنوعه هنا في الجزائر، بديت معاه كمل معاه الى اخر نفس، واكتشف النظام السياسي مع هذا الاتفاق الانتخابي بانه عاجز عن خلق الاستمرار على الاقل بمن كانوا معه في الانتخابات الفارطة. نعم. واكتشف بأنه هذه السفينة باتت تفقد الكثير من زخمها، ويمكن لا يمكن له بهذه العقلية أن يستمر في العهد الثاني، لأنه المسألة ليست مطروحة في الانتخابات بقدر ما هي مطروحة فيما بعد الانتخابات. جميل. تدير بالعهد الثاني وتدير وتستقبل قدم الجزائريين. نعم. لم يستطع أن يقدم العهد الثاني، كيف له أن يستطيع أن يقدم يعني الجزائريين إضافة في العهد الثانية؟ النظام بات عاجزا عن اتخاذ الإضافة، ونتمنى أنه سيجد نفسه أمام جدار سميك وسيتعرض لكثير من المتاعب خاصة فيما بعد. طيب الأستاذ طارق مراح، يعني قبل أن نختم يعني مزالي سؤال الأخير للأستاذ سفيان شويطر في هذه الفقرة، لكن نذكر يعني عندما تحدثنا عن المنسق الوطني لحزب الأمدياس فتحي غراس يتم اعتقاله وعملية ترهيب للسياسيين، يعني وحتى زوجته المناضلة مسعودة شبالة هناك قيادي آخر في الأمدياس هم تحت الرقابة القضائية، الصورة موجودة مع الأساتذة الأفاضل أستاذ بوشاشي وأيضا أستاذ بادي وأساتذة آخرين، هذه لحظة خروجهم من 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 السجن. هؤلاء عناوين فقط عندما نتحدث أيضا على الناشط السياسي أيضا كريم طابو أو على نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بالحاج ليعتقل أكثر من مرة ويتم التنكيل به أكثر من مرة، الآن تحت الرقابة القضائية، ابنه عبد الفتاح اللي موجود في الصورة يؤخذ إلى سجن القليعة، ابنه الآخر يحزوله المركبة، كنا نشوفه في صورة اعتقال الناشط بن نعوم من أمام بيته بالسيارة، والصورة كم تشوف فيها مشاهدينا الأعزاء، وهناك صوروا فيديوهات كثيرة راح تلحقنا، وهناك قصص وحكاية أيضا كثيرة حول عملية في الحقيقة ترهيب المجتمع، يعني الاتهام ليس لكل قوات الأمن ولا كل
عناصر الاستخبارات أو الاستخبارات الداخلية يعني المرتبطة بالدي جي اس المديرية العامة للأمن الوطني أو الاستخبارات الداخلية يعني للجيش، حتى لا يقال أنه شوفوا رم يحكي، لا نحن نتحدث عن وقائع يتورط فيها وكيل جمهورية، قاضي تحقيق، أعوان من الأمن الداخلي من لرونسينيمو جينيرو، وأعوان من الأمن الداخلي على المسؤولين أن يتخذوا القرار بوقفها وخلاص، نقطة إلى السطر. يعني سكوت المسؤولين هو الذي يعطي الانطباع المواطن الجزائري بأنه هذه سياسة ممنهجة، وهذا خطير. أنا لا أؤكد، ما عنديش معلومات، لكن هناك المؤشرات وقول ما يقوله المحامين وما يقوله النشطاء في الجزائر، ما يقوله الأحرار في الجزائر، أنه هناك عملية قمع ممنهج، وهذا أمر خطير لا أرجوه أن يكون في بلادي ولا يرجوه أحد أن يكون في هذا البلد الطاهر، هذا البلد العظيم. أختم معك سفيان شويتر، قالوا شيء بشيء يذكر، يعني هناك من طرح قال لماذا وصلنا إلى هذه الحالة وقبل 5 سنوات كان مطروحة فكرة، سيدي ما سميوهاش المرحلة الانتقالية، على الأقل هناك توافق بين الجزائريين لمخرج، حوار وطني، طريق ثالث، طريق آخر، ما سميوهاش سيدي المرحلة الانتقالية لأنهم صار لهم عندهم حساسية الموضوع. يعني لماذا لم يكن هناك طريق ثالث، طريق آخر بين الجزائريين تكون فيه النظام ويكون فيه العسكر ويكون فيه المعارضة كمرحلة انتقال من مكان إلى مكان؟ عندك 3 دقائق. لا، أولا هناك الآن أصحاب القرار، لأن القضية شوف لازم نتكلم أولا أصحاب القرار ليس لديهم ضغط شديد ليتنازلوا أو على الأقل أنه يقتنعوا بضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات مع القوى السياسية. المراحل الانتقال من بينها المراحل النيغوسية، يعني المراحل التفاوضية. الموازين الغالب للأسف القوى المعارضة لم تتمكن من زعزعة أو من قلب الموازين القوى، هذه هي عالم السياسة، هي قضية الموازين القوى الآن في يد السلطة التكوين البشرية، حتى لو لن نعمم، ولكن الشيء الواقع سكوت، حتى لو ربما كاين ناس بواجبهم التحفظ لا يمكن ان يعلنوا الراي العام مواقفهم، ولكن الثابت انه لا يوجد هناك داخل منظومه الحكم ناس الذين يرفضون هذا العبث الذي سيؤدي الى الخراب. ويمكن ان نبين كيف نروح للخراب. الأنانية الأشخاص يريدون التمسك بالحكم ليس من أجل تنفيذ برنامج سياسي إيديولوجي معين كما كان في السابق، كان حتى الدكتاتوريين كانت عندهم إيديولوجية، مثلا إيديولوجية يسارية، يريدون نجحوا أو لا ولكن كانت لديهم أفكار سياسية. لا، هناك أنانية ضيقة فقط، بورافالي بريفيلاج، يعني البقاء على السلطة على حساب مستقبل الأجيال والمستقبل البلد الذي سينهار. شوف ويستن تشرشل معروف الكلام تاعه بعد انتهاء الحرب العالمية، طلب هل القضاء، يعني قالوا له كل شيء. أساس الدولة هو العدل، أساس الدولة هو العدل. أنا ليس من داعمين نظام الحزب الواحد، نظام ممدنة وشادي، ولكن قل لك على الأقل في وقت الحزب الواحد كانت هناك جهاز واحد، محكمة استثنائية تستعمل لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، هي محكمة أمن الدولة اللي كانت مقرها في مدية، والتي ألغيت بعد أكتوبر 88، يعني بعد الانفتاح السياسي إلى آخره. أما القضاء العادي الجزائري العادي كان بعدينه على الأمور لكي لا يفسد هذا القضاء. ونقول لك الحكمة بمجرد أن محكمة العدل، محكمة الأمن الدولة وهي جهة استثنائية تم إلغاؤها وأصبحت الولاية القضائية العامة للقضاء العادي، شهدنا في المرحلة اللي هي 2 سنين تقريبا ما بين الدستور 89 إلى غاية 92، يعني الانقلاب تاع 92 إلى آخره، هناك أحكام قضائية ترقى
إلى مستوى العالمي في الحريات، ونشرت حتى في بعض المجلات المتخصصة. أول قرار المجلس الدستوري منشور وترجم إلى عدة لغات في مجلات متخصصة في مجال حقوق الإنسان، وهو متعلق بأولوية الاتفاقية الدولية حول القوانين الوطنية. المعروف مثلا واقعة حجز شرطة الحدود في ميناء الجزائر لمنشورات تاع المجلة البديل تابعة للحزب الأمدية، حزب الحركة الديمقراطية الجزائرية تاع بنبلة. فالقاضي الإداري كان آنذاك النظام القضائي موحد، وهي الغرفة الإدارية بالجزائر، منع وأمر الشرطة بتسليم، لأن يعني القضاء الوحيد هو الذي يقدر يحجز المطبوعات بمختلف الفئات. كان هناك علاش؟ لأن كان القضاء عندما لغينا الاستثناء أصبح القضاء اللي ما دخلش فيه الفساد، ما دخلناش القضاء لحد كل شيء، وبالتالي بتغير النظام المؤسسات العادية كانت تمشي. الآن فزدنا. أنا صراحة عندما أرى القضاء الجزائري، لا أعمم، ربما هناك قضاة قطيع وما مش متورطين، ولكن ما أراه صراحة أطرح تساؤل، هل نمكن في الغد نبني دولة القانون بهذه القضاة؟ لا أعتقد، لأن أصبح القاضي هو يقمع، أصبح آلة القمع، يعني أصبح يتعدى هو شخصيا، هي اعتدي على القانون نفسه. وهذه يعني نعم، وهذه كارثة، وهذه الهروب للأمام. نعم. يدمر في حقيقة الأمر، يدمر ذهنية الإنسان ويدمر الناس. يعني القضاء اللي نحتاجوه، ربما الدكتاتورية ظرف نسبي قد أو يعني في زمن معين يقدر ينتهي، ولكن سيترك لنا الخراب حتى في أذهان بعض من فئة المجتمع الذين نحتاجهم لإعادة البناء المؤسسات في المستقبل. والله ماذا أقول لك أستاذ سفيان شويتر، الله يجعل خير، وأنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ سفيان شويتر، المحامي والخبير في القانون الدولي، كنت ضيفنا عبر خدمة سكايب من موريال بكندا. الشكر موصول للأستاذ حفناوي غول الإعلامي وعضو لجنة مراقبة الانتخابات سابقا، كان معنا عبر خدمة سكايب من مدينة الجلفة بالجزائر. والشكر أيضا موصول للأستاذ طارق مراح المحامي وناشط الحقوقي، كان معنا عبر الهاتف من الجزائر. الشكر موصول أيضا للفريق التقني الذي عمل معي في هذه الحلقة، والشكر الكبير إليكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة. ألقاكم في فقرة قادمة غدا إن شاء الله في نفس التوقيت في هذه الفقرة لتغطية الانتخابات الجزائرية، ونذكركم دائما بأن يمكنكم مشاهدينا الأعزاء أن تتابعونا على المنصات التالية، موقع الرسمي لقناة المغاربية المغاربية.tv، وعلى منصة اليوتيوب وفيسبوك انستغرام تيك توك اكس وتليجرام. إلى أن ألقاكم مشاهدينا الأعزاء غدا إن شاء الله، أستودعكم الله وإلى اللقاء.